سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في صحة جيدة. اليوم كما كتشوفوا معنا البنات، غنصايب معكم واحد الكاب كيك او المادلين بالكاكاو. صراحة كيجي زوين بزاف ولذيذ، نتمنى تجربوا لوليداتكم. ودابا مع المدرسات تقدروا توجدوهم ليهم هكا في الكوتي او الفطور، كيجيو خفاف وحتى الوليدات كيبغيوهم كيحماقوا عليهم. وانا متاكده البنات الا جربتوا هذه الوصفه غادي تعجبكم 100%. كما كتشوفوا راه كيجيو زوينين بزاف، والمذاق حتى هو البنات لذيذ. دابا غادي نوريكم واحد الوحيده كيفاش كتجي من الداخل. صراحه كتجي هشيشه بزاف وخفيفه. كما كتشوفوا معايا في الصوره البنات راه خفيفه بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يشترك معايا ويدعمني، وما تنسونيش من لي لايك التعاليق ديالكم الزوينين. وانتقلوا على بركه الله للمقادير. هنا كما كتشوفوا معايا عندي المقادير او العناصر ديال الكاب كيك. عندي جوج بيضات بحراره المطبخ، قبصه ملح، كأس معامرش ديال زيت المائدة، كأس حليب، وعندي كأس معامرش ديال سنيدة. عندي جوج صاشيات ديال الكاكاو ما يعادل جوج معالق ديال الكاكاو، جوج خمارات، جوج كيسان ديال دقيق الفورص، واللوز إفيلي للتزيين، او ممكن تستغناو عليه الا ما كانش متوفر، ممكن تستعملوا اي حاجة للتزيين. نبداو على بركة الله. غنضيف هاد الاناء سنيدة مع قبصة ملح، نضيف لهم جوج بيضات، وغادي نحرك بهذه الطريقه بالطراب اليدوي. نحرك مزيان البنات حتى يتجانس ليا هاد العناصر هادو. من بعد نضيف لهم كاس ديال الحليب، اما بالنسبه للزيت غادي نبقى نضيف شيئا فشيئا، وانا كنخلط في نفس الوقت، كتبقى تضيفي شويه بشويه. نتمنى يكون واضح لكم بهذه الطريقه هذه، وغادي نستمر في الخلط حتى يتجانس ليا هذا الخليط هذا. هنا غادي نبدا نضيف ليه في الدقيق اللي سبق ليا وقلت لكم البنات، جوج كيسان او على حسب الدقيق ديالكم. انا النوعيه اللي كنستعمل استعمل جوج كيسان، ممكن يكونوا جوج كيسان قل شويه او جوج كيسان وشويه على حسب الدقيق ديالكم. ونستمر بهذه الطريقه حتى نكمل كميه الدقيق اللي عندي. طبيعة الحال البنات الدقيق راه كيكون مغربل.
هنا كما كتشوفوا معايا البنات، راه استفدتوا الكويغطات اللي عندي في هذا الطاوة، او ممكن الا ما توفرتوش على الطاوة يعني ممكن ديروا جوج كويغطات هكا واحد في واحد وتحطوهم غير في الطاوة ديال الفران العادية، وغادي نبدا نعمر بهذه الطريقة. كما كتشوفوا العجين ديال الكاب كيك كيجي تقيل شوية ماشي بحال ديال الكيكة، وغنستمر بهذه الطريقة حتى نعمر الكويغطات اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال المادلينا ديالنا او الكب كيك. صراحه كيجيو زوينين. دابا راه مازال سخان، خلينا نتسنى عليه ما يبردوا شويه ونتلاقى معكم ان شاء الله مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الكاب كيك ديالنا. كما كتشوفوا راه كيجي خفيف واللون ديالو الصراحه زوين بزاف، وحتى المذاق البنات ما نقولش لكم صراحه لذيذ لذيذ، كيموتوا عليه الصغار والكبار. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش البنات من الدعم ديالكم ولي لايك والتعليقات ديالكم زوينين، والبارطاج مع الاهل والاحباب. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.